الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. كلمنا المرات اللي فاتت عن اختيار الفكرة البحثية واختبارها والبحث في المصادر. النهاردة هنتكلم عن ازاي نعمل استادي ديزاين للبحث بتاعنا. لو انت بتعمل رسالة هتحتاج تنزل بعض الرسائل، ولو انت بتكتب بيبر هتحتاج تطلع على عدد من البيبر علشان تشوف الاستادي ديزاين بتاع البيبر بيمشي ازاي. فيما يخص الرسائل، احنا بنعتمد على موقع بروكويست اللي هو بيوفر رسائل كاملة. هندخل له من خلال بنك المعرفة المصري Egyptian Knowledge Bank. تدخل وبتعمل ساين ان، ولو مش معاك حساب هتعمل حساب من خلال الكلية بتاعتك. وبعد كده بندور في السورسز المصادر وبنختار English Sources. هنلاقي تحت خالص حرف البي ترتيب ابجدي بروكويست. هنختار الاختيار الأول، وعادي نجرب الاختيارات التانية. هنكتب هنا اسم الدراسة اللي احنا عايزين ندور عليها بعد ما انت اخترت موضوع واستقريت عليه. تمام، هتكتب المصطلح او العنوان اللي انت عايز تبحث عنه. انا هدور على الموضوع ده. لو انت عايز تعمل بحث متقدم بحيث تربط بين عدة كلمات هتستخدم البحث المتقدم. وهنا عرض لي عدد من النتائج، وصل ل26,000 نتيجة، بيعرض في الصفحة 21 نتيجة. أنا عايز يعني أي دراسة قريبة، وليكن الدراسة دي. بنزل الفول تكست فول بي دي اف، لكن الدراسة اللي نزلت دي كانت بيبر، ما كانتش رسالة كاملة. فأنا ممكن أرجع في البحث واختار إن هي تكون إيه، رسائل جامعية، ما تكونش بيبر. البيبر هو البحث المستخلص من الرسالة، لا أنا عايز رسالة كاملة علشان أشوف شابتر الميثودولوجي مكتوب ازاي. يعني ممكن تلاقي حياة مطابقة لعنوانك، وممكن ما تلاقيش حياة مطابقة. فأنا يعني عايز حياة شبيهة. لو ما لقيتش حياة شبيهة بالظبط، ممكن تعمل النص الكامل، يعني لازم تحتوي على النص ده بنسبة كبيرة. ما نفعش هتعمل ايه، هتعمل تعديل البحث وتدخل على البحث المتقدم. في البحث المتقدم انت تربط بين مجموعة من الكلمات بأداة الربط AND، وبعد كده بتعمل بحث. الملاحظ من البحث المتقدم إن النتائج أدق من البحث اللي كان في الأول. فهختار أول موضوع، والملاحظ بقى إن هي هنا إيه، رسالة كاملة، عدد الصفحات 128 صفحة بخلاف البيبر اللي هي بتكون يعني 5-6 صفحات. تمام، هنزلها عندي على الكمبيوتر علشان أطلع عليها بشكل أفضل. هنا الفهرس بتاع الرسالة كاملة Table of Content، وطبعا تحس إن هي معدل إن هي تكون كتاب يعني. تمام، وبعد كده List of Tables، List of Figures، Abstract، الخلاصة بتاعت البحث، Introduction، مكتوبة يعني إيه بتنظيم فائق Chapter 1، بعدين 101 أو Point 1، والشابتر اللي بعده. الملاحظ ان كل موضوع من دول ينفع يكون بيبر، يعني هو من الاول مخطط ان هو هيطلع من البحث بتاعه عدة بيبرز، يعني ده عنوان مستقل ولي انترودكشن وميثودولوجي وريزلتس واللي بعده وهكذا. فهنشوف في اخر عنوان في جزء انترودكشن بيحكي عن الموضوع، وجزء بيشرح فيه الميثودولوجي بتاعه. تمام، وبعد كده الريزلتس اللي هو طلع بيها، يعني نوعا ما هو يعني مش بحث طبي، لكن ما عاد نرجع تاني على موقع بروكويست وننزل بحث تاني. انا عملت تحديد لنتيجة البحث عشان هو كان بيوديني مثلا لشغل بتاع كمبيوتر ساينس، فانا مش عايز كده، خليتها رسائل علمية واخترت الموضوع يكون موضوع طبي. فالنتائج يعني بقت محدودة زي ما انا عايز شوية. هشوف مثلا اول نتيجة هيديني نفس الكلام، البيبر كاملة هنزلها او الرسالة كاملة هنزلها. هنا جزء الميثودولوجي، بارتيسيبانت، ايمج اكوزيشن، ايمج بريبروسيسنج، التحليل الاحصائي، الريزلتس، كل ده في شابتر. نفس الكلام يعني كل بيبر معدة ان هي تكون ايه، تكون شابتر مستقل. خلينا نشوف الجزء الميثودولوجي اللي في البيبر دي، عدد المرضى واللي اتعمل لهم، وبعد كده عرض النتائج، يعني دخل في الريزلتس مباشرة. يعني ده في خلاف الجزء ده، يعني العادي ان هو يتحط في شابتر الريزلتس لان دي ريزلتس، لكن هو هنا حاططها ان هي تبع الميثودولوجي. ايا كان احنا بناخد افكار، يعني مش لازم نتفق معهم في كل اللي هم بيكتبوه. الايمج اكوزيشن بيشرح ازاي مثلا عمل الجزء الميثودولوجي بتاعه، الايمج بري بروسيسنج ازاي عمل معجل الصور وهكذا.
ده جزء الميثودولوجي، ازاي كتب الاحصاء قارن بين المجموعتين ازاي، وبعد كده عمل كوريليشن، وبعد كده الريزلت، وحط ايه عناوين للريزلت. فالشاهد من موقع بريكوست انت بتحاول تحسن نتائج البحث علشان تصل لشيء مقارب للبحث بتاعك، لان هو يعني اول ما عملنا بحث عادي كان نتائج البحث 27,000 ولا رقم كبير خالص، فيعني مش هتشوفهم كلهم، انت عايز تشوف 2 3 4 خمس رسائل بالكتير، انت عايز تشوف 5 رسائل بالكتير، فبالتالي هتضيق نتائج البحث من خلال البحث المتقدم، وتختار ان هي تكون رسالة جامعية ديسرتيشن، وان هي تكون في الفيلد بتاعك. ده كان استخدام موقع بروكويست علشان تعمل بيه مخطط للبحث بتاعك. لو انت هتكتب بيبر، لا تنزل كذا بيبر وتشوف العناصر اللي بتتكتب في الميثودولوجي. كده انت ايه اتقنت الجزء الستادي ديزاين بتاعك. الخطوه اللي بعد كده ان احنا نستعين بالتشات جي بي تي علشان هو يعمل لنا ستادي ديزاين وناخد الخبره بتاعته. طبعا التشات جي بي تي احنا مش بنمشي وراه يعني، لا احنا بنحلل الكلام اللي هو كاتبه، لكن هو بيدي لك فكره عامه ممكن تمشي يعني عليها. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.